زرعان يحبهم الله تعالى، زرع الشجر وزرع الأثر. فإن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم محبة البشر، طبتم بطيب الذكر والأثر. الحكيم من ملأ قلوب أحبائه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى. أسعد الله قلوبا أحببناها في الله. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا. اليوم بنعمل حلى بارد لذيذ جدا، شكله لذيذ وطعمه ألذ، ان شاء الله يعجبكم. حلى بيتعمل بدون فرن، يعني سهل جدا، مش بياخد معاكي 5 دقايق، وكمان في التلاجة مش بيقعد معانا الا ساعتين، لازم يسيبه ساعتين علشان يتماسك، يطلع معانا طعمه لذيذ جدا، ان شاء الله يعجبكم. يلا نشوف مع بعض المقادير والطريقة. عندي ايه؟ عندي 5 معالق حليب بودرة، اي نوع حليب انت بتفضليه هتحطي منه، 5 معالق كبار. وعندي 5 معالق كريم شانتيه، لو كان بدون سكر هتحطي، طبعا لازم تحطي 5 معالق زيهم سكر او زي ما بتحبي الحلى بتاعه، او ممكن نحط 2 ظرف من الدريم ويب. وعندي 2 علبة قشطة، وعندي باكو بسكوت كبير سادة. يلا نشوف بقى مع بعض ازاي الطريقة. بضيف الدريم ويب، وبضيف كمان الحليب، واخلطهم كويس جدا مع بعض، واضيف كمان عليهم القشطة، 2 علبة القشطة، هما دول اللي هيعجنولي ايه؟ اللي هيتمسك معايا البسكوت، اللي هيبقى طبقة على البسكوت. وهضرب كل الخليط كويس جدا بمضرب الكيك، اضربه كويس جدا علشان يتجانس الخليط كله مع بعضه، القشطة طبعا تندمج مع الحليب ومع الدريم ويب، بتبقى لذيذة جدا، عايزاها زي الكريمي، هتكون طبعا اتقل من الكريمة بشوية زي ما انتوا شايفين كده، شايفين القوام بيكون تقيل شوية. يلا بينا بقى نرص البسكوت في الصينية علشان نشوف هنعمل عليه الخليط ده ازاي. بجيب اي صينية معايا برص فيها البسكوت، انا عايزة كام طبقة للبسكوت؟ عايزة 3 طبقات احطها فوق بعضيها، البسكوت لازم يتغمس في الحليب. طيب انا هنا في الخطوة دي نسيت ان انا اغمسه في الحليب، لكن هو لازم يتغمس في الحليب، وترصيه 3 بسكوتات فوق بعضيهم. بعد ما بنرص البسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والاماكن اللي فاضية دي لازم املاها طبعا بالبسكوت، لو انا مش هقدر احط البسكوت او البسكوتة مش هتيجي في الصينية بالشكل ده بكسرهم، بحيث ان انا املى كل الفراغ علشان الصينية تكون معايا سوي واحد. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالخلطة اللي انا حطيتها وهنزل عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، على كل البسكوت، واشيل منها حبة صغيرين علشان ازين بيها الوش، حبة صغيرين جدا زي 2 معلقة كبار يعني. وهبدأ بقى بأي سباتولا عندي او معلقة او اي شيء، ابدأ بقى اساوي بشويش كده عشان ينزل لي على طبقة البسكوت ويكون عندي متساوي. بالشكل ده كده تساويه علشان تطلع معاكي ايه؟ الصينية متناسقة وطبقة البسكوت حلوة جدا عليه، تدخل لي كمان داخل البسكوت. سويتها بالشكل اللي انتوا شايفينها دي، سويتها كويس جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقى على المعلقة الكبيرة اللي انا سبتها، الكريمة اللي انا عاملاها دي، هحط عليها ايه؟ معلقة صغيرة من الكاكاو، وادمجها كويس جدا في الكريمة، واخد كل اللي انا سبته عشان طبعا ايه؟ خسارة اي حاجة اسيبها، هدمجها كويس جدا في الكريمة دي. طلعت معايا بالشكل ده كده، اخدها بقى لفكيس حلواني، لا اما في اي حاجة عندك ممكن تشكلي بيها.
حطيت بقى حطيت اهو الشوكولاته اللي انا عملتها بالكاكاو، حطيتها في كيس حلواني. وهبدا اعمل ايه؟ يلا شوفوا تابعوا معايا الخطوه دي. دي خطوه تزيين، ممكن تعمليها طبعا اي شكل انت بتحبيه زي ما تحبي يعني. ليها يعني ندخلها هنا في الكريمه البيضه بس تديني شكل كده. اي شكل عشوائي يعني تعمليه، مش ضروري شكل متناسق ولا شيء. وندخلها بعد ما خلصناها بالشكل ده، ندخلها بقى التلاجة ونخليها لمدة ساعتين او ممكن تاني يوم زي ما بتحبوا يعني. وبعد ما طلعها ان شاء الله من التلاجة هوريكم ونقطعها مع بعض. كده شكلها، طلعتها من التلاجة بالمنظر اللي انتوا شايفينه. يلا بقى نقطعها. انا عايزة اقطعها مربعات، ممكن تقطعيها اي شكل بس انا هقطعها مربعات واحط فيها اي شوكليت كده للتزيين من فوق كمان، يديها شكل ويكسر حدة اللون اللي هو البني مع الابيض شوية كده. وهقطع كده كمان. لو عندك اي شوكولاتات ممكن تزينيها بيها، انا هزينها باي شوكولاتة عندي. عليه واحدة من الشوكولاتة بالشكل ده كده، اي حاجة ممكن تزيني بيها. وهقسمها بقى بالشكل ده، شايفين الطبقات شكلها ايه؟ طبقات البسكوت، وشايفين شكل الحلى، شكله بيكون روعة جدا وطعمه كمان شيك جدا. بس اهم خطوة ما تعملوش وما تنسوش زي ما انا نسيت، لازم تغميس البسكوت بالحليب السائل او حتى نرش عليه من الحليب وهو في نفس الصينية. لكن دي مهمة جدا الخطوة دي علشان البسكوت يتماسك معايا ويطلع حلو جدا. شايفين المنظر بتاعه؟ منظره خطير جدا في التقديم. أتمنى يعجبكم وإن شاء الله تجربوه، وبألف هنا وعافية عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. أشوفكم في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.